السلام عليكم. اليوم نروحوا الولاية تاع شلف لنقف على هذا المشروع السياحي الرائع الذي يقع ببلدية بني حوى على ساحل ولاية شلف، واللي الأشغال انتهت به تقريبا، والآن ينتظر العملية تاع الافتتاح بمناسبة الافتتاح تاع الموسم الاصطياف تاع السنة هذه. إذا نخليكم تابعوا وتتجولوا في أجزاء هذا المركب السياحي الجديد في ولاية شلف، والسلام عليكم.